خلال الأعوام الماضية كان يشجع الإبادة للروس والإرهاب في دونباس وحول أوكرانيا إلى مستعمرة، فلذلك التدابير التي اتخذناها كانت تدابير إجبارية وهي مبنية على أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبنود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتنص تلك الأحكام والبنود على أنه لا يمكن أن يقوي طرف أمنه على حساب طرف آخر. وأيضا تم تبني قرار آخر أنه لا بلد ولا منظمة في الفضاء الأوراسي ورابطة الدول المستقلة أن يسعى إلى بسط هيمنته في مجال الأمن، وهو الأمر الذي يضر به الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، وهم يسعون إلى الحفاظ على هيمنتهم خلافا لجميع التزاماتهم ومواثيق الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة احترام سيادة الدول. والغرب من خلال الابتزاز والتهديدات المباشرة يسعى إلى بسط سيطرته على جميع أعضاء المجتمع الدولي وإجبارهم على الامتثال لإملاءاتهم، بل في أوراسيا تجري التغيرات التاريخية المفصلية، حيث ظهرت لدى دول القارة إمكانية وفرصة للقيام بالخيار الحر للشراكات والمشاريع التكاملية ذات المنفعة المتبادلة. ولذلك ظهرت اليوم مهمة جديدة خاصة بالانتقال إلى التعاون بالأشكال التي لن تتعرض لتأثير سلبي خارجي، وهو الأمر الذي يتعلق باستخدام الحسابات البديلة للتعاملات المالية وتشكيل مؤسسات غير قابلة للسيطرة الغربية في مجال الاقتصاد والأمور المالية، وكل ما يوفر العمل وسيران للاقتصادات الوطنية. وكل هذه الأجندة تعتبر مشتركة بالنسبة لجميع المؤسسات التي تم تأسيسها في الفضاء السوفيتي السابق، وهي متمثلة بالأحزاب الحاضرة اليوم هنا. وهو الأمر الذي يتعلق بالدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس، ويتم تنفيذ في إطارها 28 برنامجا تكامليا، وهناك تنسيق وثيق في مجال العلاقات والسياسة الخارجية، وهناك قراءة مشتركة لتاريخنا المشترك ومستقبلنا المشترك. ومن المؤسسات الإقليمية التي تتطور بشكل ديناميكي هناك الاقتصاد الأوراسي، الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، ويشكل الناتج الإجمالي أكثر من 2 تريليون دولار لهذه المنطقة، بل حان الأوان للانتقال والقيام بالحسابات والإحصائيات بعملات أخرى. ولكن نحن ما زلنا لفترة انتقالية نستخدم الدولار لتحديد هذه الإحصائيات، فإن دول الاتحاد الأوراسي الاقتصادي تعمل على تقليل نفوذ وتأثير العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ونعمل على زيادة متانة اقتصاداتنا. ومن الأولويات للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو توفير الأمن الغذائي واللوجيستي وتنفيذ مشاريع التكاملية، فإن أمن الطاقة يزداد أهمية. وبهذا الخصوص تجري مفاوضات بين المؤسسات الاقتصادية لدولنا بما في ذلك بين روسيا ودول آسيا الوسطى، ويتم الترويج أيضا أجندة مناخية ورقمية، ونعمل على إزالة الحواجز التجارية. وإن كل هذه التطورات تدل على وجود علاقات اقتصادية عالمية
حيث توجد هناك اتفاقية التجارة الحرة بين الاقتصاد الأوروبي وفيتنام وسنغافور، وهناك مباحثات تجري للانتقال إلى التجارة الحرة مع مصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، وأيضا هناك اتصالات محددة مع إسرائيل، وأيضا هناك فريق يعمل على دراسة اتفاقية التجارة الحرة مع منغوليا. وبودي أن أشيد أيضا بالحوار المثمر مع جمهورية الصين الشعبية، وهناك قاعدة متينة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي.